كجمولة الذكية. لن أنسى أبداً كجمولة، الفتاة الذكية التي كان يحبها جميع أهل القرية. كانت كجمولة ترعى الغنم، وكانت وهي في طريقها إلى المرعى تنشد أناشيد تعلمتها من أطفال يذهبون إلى مدرسة القرية. وفي الظهيرة عندما تجلس الأغنام لتستريح تحت أشجار ظليلة، تأخذ كجمولة عوداً وترسم على التراب حروفاً رأتها من نافذة حجرة الدراسة مكتوبة على السبورة. ذات مرة سمعها فقيه الكتاب تردد أناشيد وحروفاً، فقصد أباها وقال له غاضباً: يا محمد، يجب أن تلتحق كجمولة بالمدرسة. طأطأ الأب رأسه يفكر: هل أرسل كجمولة إلى المدرسة؟ ولكن من سيرعى الأغنام؟ لا يمكن أن أرسلها إلى المدرسة. وبعد تفكير طويل رفع رأسه وقال: لك ما تريد يا فقيهنا. مر الليل طويلا على كجمولة ولم تنم من شدة شوقها إلى المدرسة. في الصباح ارتدت وزرة جديدة وحملت محفظتها وانطلقت مسرعة إلى المدرسة. رحب الجميع بكجمولة وأجلستها الأستاذة في طاولة بجانب النوافذ. ومنذ تلك اللحظة وكجمولة تتعلم وتجتهد، فحققت نتائج باهرة.